Ladies and gentlemen, brothers and sisters, if I can have your attention, please. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, it is my great privilege, pleasure, and honor to introduce the Prime Minister of Libya, Dr. Abdulrahim Al-Kib. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم. أيها الأخوات والإخوة الكرام، أبناء ليبيا البطلة، أبناء ليبيا الحرة، إخوتي وأحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الحقيقة أشعر بأني في ما بين إخوة وأخوات يمثلوا جزء أساسي جدا جدا من ليبيا. الجالية الليبية في الولايات المتحدة كانت دائما مميزة بنوعية الإخوة والأخوات الموجودين في هذه الجالية أو جزء من هذه الجالية، مميزين في عطائهم لوطنهم، مميزين في إمكانياتهم وقدراتهم، مميزين في كونهم ليبيين أحرار. فأنقل إليكم تحية إخوتكم وأخواتكم في ليبيا، وأقول لكم إنهم يحبونكم ويتمنون أن تكونوا بينهم في أقرب فرصة ممكنة إن شاء الله في ليبيا الحرة. الجالية ودورها الهائل في انتصار ثورة 17 فبراير ما فيش حد يقدر يزايد عليه. الجالية الليبية في الولايات المتحدة الأمريكية أعطت الكثير، سواء كان ذلك بالدواء أو كان ذلك بالمال أو كان ذلك بالتواجد الفعلي على أرض المعركة أو كان ذلك بالتواصل عن طريق الانترنت والتعريف بقضيتنا والمساهمة الفاعلة في تحرير ليبيا بكل ما يملك الإنسان. فتحية أخوية لكم مرة أخرى. يعني من الأشياء الجميلة اللي الإنسان حس بها في خلال الثورة أن هناك أبناءكم وجدوا على أرض المعركة. أول مرة يدخلوا فيها لليبيا كانت لما دخلوا ليساهموا في تحرير ليبيا. وهذه ظاهرة الحقيقة مميزة جدا، لم يكن الطاغية ولا غيره من أزلامه يعتقد بأن هناك ليبيون أحيوا وبتوا روح الحرية وحب ليبيا في أبنائهم وإن لم يروا بلادهم. فتحية لكم مرة أخرى. كثير من الطلبة يعانون هنا في هذه الجالية الكريمة انقطاع المنحة، وأؤكد لكم بأن وزارة التعليم العالي تبحث هذا الأمر بشكل جدي، وبعون الله سيضم كل ما يمكن ضمه من الإخوان أو الشباب اللي هم يعني عندهم أكاديميك ستاندرز مقبولة، يعني بعون الله. فأطمئنوا من هذا الجانب وأحييكم وأقول لكم الفارق بين من هو متميز وبين من هو وسط الجهد، وأيضا لابد من التأكيد على النوعية. فأرجوكم أن ما يضيعش وقتكم
استثمار في جامعة من الجامعات اللي هي وسط، فيجب أنكم دائما تطمحوا للأعلى بعون الله. وليبيا تنتظركم، بل وتنتظركم لأنكم نوعية مميزة، وليبيا تحتاج إلى هذه النوعية خاصة في مرحلة البناء. الساحة الأمريكية مميزة جدا، لأن الساحة الأمريكية هي كانت من أول الساحات التي تحركت فيها المعارضة الليبية ضد الطاغية. فأنا أحيي هذه الجالية التي كنت منها ولازلت حتى الآن، تحية خاصة لأن هذه الساحة أوجدت شباب، بل هناك من استشهد على أرض ليبيا وهو من أبناء هذه الجالية، فتحية مرة أخرى يعني. الكثيرون من هذه الجالية الكريمة لم يستطيعوا الرجوع إلى ليبيا ولا حتى زيارة ليبيا، لأنهم كانوا لا يتحملوا حتى ريحة ذلك النظام. الآن الحمد لله ليبيا تحررت، ليبيا تنتظركم، بل تود منكم أن تكونوا جزء أساسي ومهم من مرحلة البناء، فأرجو لكم التوفيق والعودة إلى ليبيا في أقرب فرصة ممكنة. في هذه الزيارة القصيرة تحدثنا إلى كثير من المؤسسات وقبلها كذلك. على سبيل المثال لما كنا في جنيف، منظمة حقوق الإنسان، ثم اليوم التقينا مع الورلد بانك والاي ام اف، وقبلها التقينا مع منظمة الاتحاد الافريقي، وصرينا اصرار كامل على ان يكون هناك من يمثل ليبيا من ابنائها، لان ليبيا لديها الكثير ولديها القدرة على العطاء من خلال ابنائها وبناتها. فطلبنا منهم ان يتيحوا الفرصة لابنائنا، وهم يقولون أرجو من أبناء هذه الجالية وغيرها أن يتصلوا بنا ويعطونا سيرهم الذاتية حتى نستطيع أن نستوعبهم في هذه الأجهزة. فأرجو منكم أنكم أنتم تبعتوا السيفيز بتاعكم وتتصلوا بهم وتحرجوهم حتى المرة الجاية الإنسان يعرف شنو يتكلم معهم يعني. فلازم يكون لكم دور في هذه المؤسسات الكبرى، واللي ليبيا لها جزء أساسي ومهم من رأس مالها. الآن أنقلكم إلى حد إلى الوطن الحبيب. هناك الكثير من التحديات، هناك الكثير من التحديات، ولكن هذا الشعب الطيب استطاع أن يتصدى لطاغية حكم 42 سنة، ظلم ونهب واغتصب وقهر وأذل، ولكن الشعب الليبي قال كلمته وأزاله إلى مزبلة التاريخ، والحمد لله. هذا الشعب سيتصدى لمرحلة البناء إن شاء الله. هناك العديد من التحديات، وسأكون معكم شفاف وواضح إلى أبعد حد، وإن كانت لديكم أي استفسارات فأنا أكون سعيد جداً للإجابة عليه. موضوع الأمن موضوع شائك، وموضوع له عدة أبعاد، موضوع يحتاج منا إلى وقفة جدية. كتائب التحرير لما تكونت في وقت الثورة تكونت لأنها تريد تحرير ليبيا، والآن هذه الكتائب لا زالت باقية في الأغلب، بعض منها انتظم في مؤسسات الدولة، والبعض الآخر الثوار الحقيقيون منهم لا زال يريد أن يستوعب فكرة المؤسسات وطبيعتها وكيف تشتغل وين ماشية وتركيبتها وهكذا. فنحن دائما في لقاءات معهم وفي تفاوض وفي أخذ وعطاء، وهناك منهم من يخاف على هذه الثورة، لا يريد أن يسلم سلاحه
لأنه خائف على هذه الثورة. ونحن بدورنا وأنتم بدوركم يجب أن نقنعهم بأن الثورة في خير، وأنهم يستطيعوا من خلال مؤسسات الدولة أن يحموا هذه الدولة وهذه الثورة. فنريد منكم والكثير من بيننا من الشباب أن يتحرك على صفحات الفيسبوك وعلى التويتر، ويحاول بكل إمكانية ممكنة أن يؤكد على ضرورة بناء المؤسسات، لأن ليبيا لن تقف على أقدامها ولن تستطيع الحركة إذا كانت المؤسسات ليست مفعلة بالشكل الجدي، سواء كانت الدفاع أو الداخلية أو العدل. فأرجوكم رجاء شخصي أنكم تبادروا بالتواصل معهم ومع غيرهم، وأؤكد لكم أنهم يقرؤون ما تكتبون. فأرجو منكم أن تفعلوا دوركم كما فعلتموه في وقت الثورة. ولكن الحكومة لديها برنامج فعل بعون الله، وهو برنامج جدي ومدروس وله ميزانية كبرى، لأنه مهم. الثوار أبنائنا وأبنائكم، وهم إخوتنا وإخوتكم، فليس لنا أن نقول لهم فقط شكرا بارك الله فيكم أحسنتم هاتوا السلاح توكل على الله. هذا أسلوب غير مقبول بتاتا يعني. فالبرنامج ده ثلاث أبعاد. البعد الأول الانضمام إلى وزارة الداخلية وبكل أجهزتها، والشباب اللي ينضموا للوزارة الداخلية لديهم يعطوا مرتب جيد، ويعطوا فرص للتدريب، ويعطوا فرص لأن هم يدخلوا في مؤسسات في إدارات هذه المؤسسة الكبرى اللي هي وزارة الداخلية، وأن يفعلوها وأن يحموا ثورتهم. وحتى الآن في حدود تقريبا 15,000 إلى 20,000 انضموا لوزارة الداخلية. هناك أيضا نفس العدد تقريبا انضم إلى وزارة الدفاع ولديهم نفس الميزات. هناك أيضا هيئة المحاربين للتدريب والتأهيل، وهذه المؤسسة لأولئك الذين يريدوا أن يدخلوا في مجال العمل المدني، يعني بمعنى آخر مش الداخلية ولا الدفاع، ولكن مهندسين، في منهم أطباء، في منهم اللي يبي يصبح مهندس أو طبيب، وفي منهم اللي يبي يكمل دراسته العليا، وفي منهم اللي يبي يدخل في معهد تقني ومعهد فني وهكذا. هذه برضو حتى هي فرصة أخرى. وأيضا هناك فرصة لمن عنده رغبة أنه هو مثلا يعمل شركة صغيرة، فيعطى قرض يعني صغيرة ومتوسط إلى فترة زمنية معينة حتى يستطيع أن يبني مؤسسته الصغرى. والبرنامج والحمد لله في هذا البرنامج سجل حوالي 140,000 تائر. هذا يعني أمر جدا جيد وإيجابي، وإن شاء الله بعون الله سيكون له مردود فعلي في الفترة القريبة المقبلة. هناك أيضا تحدي الإخوة الشباب الجرحى، وهم أيضا أبنائنا وأيضا إخوتنا. هذا التحدي كبير جدا، بدأ من وقت المكتب التنفيذي وتعقد الأمر نتيجة لأن كانت في ظروف خاصة طبعا مثل ما تعرفوا أنتم، وتشكل بشكل معين معقد نسبيا. ثم بعدين كان هناك أيضا تركيبة أخرى من خلال المكتب التنفيذي عن طريق وزارة خاصة، وأيضا زالت درجة التعقيد. الآن الحمد لله بدأ الأمر يتحسن نسبيا، وإن كان الأمر مازال صعب جدا. اليوم الحمد لله اتفقنا مع جهات متعددة في الولايات المتحدة، لأن في حالات معقدة وصعبة يعني لها علاقة بالأعصاب ولها علاقة
العمود الفقري ولا علاقة أيضا بأشياء الحقيقة الواحد يصعب عليه حتى يذكرها الآن في هذا المكان يعني كريم. فكان في قبول جدا كبير، وأعتقد بأن بعون الله سنرسل العدد لا بأس به من الشباب حتى تنحل مشاكلهم إن شاء الله الصحية هنا. نعم، أحب في هذا المجال أن أحيي الشاب محمد فتحي بعيو، وهو أحد الجرحى اللي موجود في أمريكا، وأيضا الطفل أيمن علي عبد اللطيف، والطفل إبراهيم عبد الله التوني. وأحيي أيضا أهلهم وأقول لهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيكم خيرا عليكم على أبنائكم وعلى ما فعلتموه إن شاء الله، وشكرا. في إدارة الدولة، أوكي، هذا سؤال. السؤال الثاني هو بالنسبة للمنطقة الشرقية، اليوم نسمع في عملية الفيدرالية أو اللا مركزية، أنت تتوقع أنكم تتحركوا للمرحلة هذه بحيث أن نلغوا حاجة الاضطرابات الموجودة في داخل ليبيا؟ الفساد الإداري والفساد المالي. الفساد المالي والفساد الإداري لا شك أنه هو، وإن لا أعلم يعني بالتحديد، وإلا لكنا دبرنا في حل المشكلة هذه، لا أعلم أن هناك يعني حاجة محددة، ولكن أتصور في أي نظام تجد فيه فساد إداري وفساد مالي، خاصة بعد 42 سنة من الفساد المالي والإداري والفوضى وفقط 4 شهور من عمر الحكومة. ولكن أنا أتمنى وأرجو من الإخوة جميعا، هذا الأمر يخصنا كلنا، يعني فيما يخص الحكومة احنا البوكس بتاعنا الأمور بتاعنا كلها مفتوحة لأي شخص يريد أن يحقق، ما عندناش مشكلة بتاتا. ونتمنى دائما من ديوان المحاسبة على سبيل المثال أو مؤسسات الشفافية أنهم يتفضلوا ويوضحونا إذا كان في أي إشكالية، ونحن سنكون مسرورين جدا بأن نحقق في الأمر، وإن كان تأكدنا منه فتق وتأكد بأن حنتخلص من هالمشكلة هذه بعون الله. إذا كان حضرتك يا دكتور إذا كان عندك حاجات محددة أرجو أنك أنت تعلمني بها وأنا حاضر حنبحث فيها. فيما يخص مش المنطقة الشرقية بس، هي المنطقة الجنوبية والمنطقة نعم يعني هو شوف ليبيا ليبيا الأغلبية المطلقة منها كانت تخدم على النظام يعني موظفين، ولكن أنا نقول لك حاجة، أي شخص وإن كان العبد لله أو مثلا وزير من الوزراء، لو ثبت وحصلت معنا يعني لو ثبت بأن الأخ أو الأخت ساهمت في فساد إداري بشكل واضح وكانت أو يدها ملطخة بدماء الليبيين وشاركت في فساد مالي واضح، ثق وتأكد أن هذا الشخص حيمشي. إذا كان عندك أيضا إثبات أو عند أي شخص من الإخوة الحاضرين إثبات على أن هناك أشخاص، أرجوك تبلغنا يعني. نعم أرجوك تبلغنا بقى. تعطيني بس بالتوثيق حتى باش تكون المسألة واضحة، لكن حاضر يعني. فيما يخص اللي حاصل في المنطقة الشرقية اليومين اللي فاتوا، يعني أنا نعرف بالتحديد بعض الإخوة اللي شاركوا في هذا الأمر بما فيهم الأخ الفاضل الكريم أحمد الزبير. أنا أقول لكم أن ليبيا وشباب ليبيا وشاباتها لن يرضوا بتقسيم ليبيا، ولكن أيضا نحن جميعا لا نرضى بالمركزية المتعفنة التي كانت سائدة في وقت القدام. فاحنا عملنا مشروع قانون
عملنا مشروع قانون لتقسيم ليبيا بشكل محافظات، والعدد اكبر من العدد اللي كان مقترح زمان في لما كانت عندنا محافظات، وثم هناك بلديات ستفعل المحافظات وستفعل البلديات بالشكل اللي يضمن بعون الله ان المركزية هذه منتهية بعون الله. هذا في خلال الفترة المقبلة، لان المشروع القانون سيمشي لل نقول لك ايه اصبر علي شوية دكتور، تعال معي باش نمشي انا وياك نشتغلوها مع بعض. لكن انا نقول لك حاجة بالنسبة للحكومة هذه على سبيل المثال، اول خطوة عملناها وان شاء الله حتفعل قريبا، ما نقدرش نحدد لك الموعد لان المبنى بتاعنا مجلس المحلي لبنغازي خذيه نصه واحنا نحتاجه له، سيكون عندنا مقر او ديوان لمجلس الوزراء في بنغازي واخر في مدينة سبها حتى نسهل عملية التواصل ما بين الحكومة وما بين المواطن في كل هذه المناطق. ايضا ستفعل مطارات المنطقة كلها، عندك مثلا مطار في طبرق، عندك مطار في اعتقد في القبة ولا لبرق ايضا نعم ودارنا ان شاء الله دارنا فيها ميناء دارنا عندها مصلحة في جبل نافوسة، ما فيش في جبل نافوسة لا في ان شاء الله، لا في مطار ان شاء الله حيعملوه، فحيكون في مطارات عديدة تفعل وان شاء الله حتكون حتى على مستوى دولي بحيث الطائرات تنتقل بدون اشكاليه والناس ما فيش داعي تجي لطرابلس ولا تجي حتى لبنغازي، ممكن تطلع حتى من يعني. هذا جانب. الجانب الاخر القنصليات كل الدول نتصلوا فيها ونطلبوا منها بشكل محدد وواضح بان هم يعملوا لنا قنصليات في كل المناطق اللي هي خاصه بنغازي وسبها، ولكن حتى بصراتها الان بدات في بعض القنصليات تتواجد فيها. ان شاء الله يعني اغلبيه الدول يعني عدد لا باس به من الدول سيكون لها قنصليات في هذه المدن الاساسيه حتى ما يكونش في داعي للتواجد في طرابلس. ايضا المصارف، يعني احنا جهزنا مخاطبه رسميه للمصرف المركزي حتى يسهل عمليه الاعتمادات والامور الاخرى الماليه اللي كان زمان لازم يرجع لمدينه طرابلس حتى يحصل موافق عليه، بعون الله هذه حتنتهي. هناك هيئات مهمه وكبيره ستنتقل، اما تنتقل من طرابلس او اذا كان هي مشكله من جديد ستكون موقعها في بنغازي بعون الله وايضا في سبها. مثلا على سبيل المثال بس يعني على سبيل المثال لا الحصر، عندك مؤسسة هذه هيئة جديدة عملناها للمياه وهي هيئة كبرى كل مصادر المياه هتكون تحتها، عندك مثلا محطات التحلية هذه شركة كانت قائمة في السابق، وأيضا عندك شركة أخرى للمياه الجوفية تضم كلها الاثنين هذه ينضموا مع النهر الصناعي وستكون هيئة رئيسية كبرى تخص كل مواضيع المياه في ليبيا سيكون مقرها في بنغازي بعون الله. ثم ايضا هناك هيئات اخرى نعيد دراسة موضوعها حتى تنتقل الى بنغازي او سبها. هناك ايضا شركات النفط اللي هي الان بدأت ترجع وعندها رغبة ان هي تشتغل، سيطلب منها اتفقنا على ان هم حيطلب منهم ان هم يكونوا مقارهم الرئيسية في مدينة بنغازي او مدينة سبها بعون الله. فان شاء الله في حركه في هذا الاتجاه ان شاء الله. هناك ايضا موضوع الحكومه الالكترونيه، هذه برضه حتسهل امور كثيره جدا، ولكن انا نحب نوضح حاجه واحده. الحكومه تماما ضد المركزيه، وبعون الله ثقوا وتاكدوا سنعمل باسرع وقت ممكن ان تكون ليبيا وحده واحده وان نتخلص من هذه المركزيه في اسرع وقت ممكن ان شاء الله. لو سمحتوا أيها الإخوة والأخوات، الجميع يحب يسأل سؤال وحنحاول بقدر الإمكان أن نعطي الجميع فرصة، ولكن there is just not enough time.
فأرجو منكم your understanding. أرجوكم. احنا خدينا سؤال من سيد، الآن بنعطي فرصة لسيدة فتتفضل السيدة. السيد الفاضل، السيد الفاضل الدكتور الكيب، سؤالي من شقين. أولا، على أي أساس وزعتم المقاعد 120 لطرابلس، 70 للبنغازي و20 للجنوب؟ مش هو إشحاف نوعا ما؟ 102 ونضف لهم 9 من مصرات، أنا عندي خبر. مش تحسوا فيها شوية يعني إشحاف؟ لأن في القانون 51 أيام الملك وزعهم 20 20 20، عرفتني، على 3 مناطق. ممكن هذه سبب من أسباب مثلا منادات برقة أو حاجة زي هيك يعني. الشق الثاني على المصالحة الوطنية. مصالحة الوطنية حتى لما طلبوا مني في مقابلة نتكلم عليها، قال لي الكراعة في النار مش زي الكراعة في المية، يعني عرفتني. إذا كان ما فعلش القضاء، أنت يتفعل القضاء. لما يتفعل القضاء تقدر تقعمز الدين نوعا من المصالحة، لكن كان ما يتفعلش القضاء صح. يعني وهذا طبعا الشق الأول من السؤال يعود لي أيضا السؤال اللي طرحه الأخ عبد الحميد. بالنسبة لتوزيع المقاعد، هذا أمر تشريعي يقرر في المجلس الوطني الانتقالي، فبالنسبة للحكومة ما لناش علاقة بتاتا بالعمل، يعني هذا المجلس الوطني الانتقالي هو اللي يحدد، وما زال في فرصة للأخذ والعطاء يعني في حسب من تصور. لكن بالنسبة لنا احنا في الحكومة ما لناش علاقة بالموضوع هذا بتاتا، يعني هذا قرر في المجلس الوطني الانتقالي. الشق الثاني فيما يخص المصالح الوطنية، هناك قانون العدالة الانتقالية مثل ما تعرف في حضرتك، قانون العدالة الانتقالية. قانون العدالة الانتقالية الآن تقريبا قريب يصدر، نعم، والقانون العدالة الانتقالية سيفعل قبل ما تتم المصالحة، لأن عرفتي كيف. فإن شاء الله بعون الله الأمر مش هيكون بالبساطة هذه، يعني أنه أوكي بعيد، لأن زوجي لما قطب المسجد الله يرحمه رحمة الله عليه، فيما يخص محاكمات أزلام النظام. يا إخوان، المشكلة أحيانا مركبة، يعني مش بالشكل اللي الإنسان تفضل. نعم صح صح. لا، هو الإشكالية كالتالي: إذا كان أنت ما عندكش سجون محمية من قبل الدولة يصعب عليك. نعم، في سجن. نعم، حاضر. نعم صح، والله صحيح صح. نعم نعم، عندك الحق صح. هذا جانب. الجانب الآخر، عندك موضوع النائب العام، الأخ نائب العام، وهذا إيه مش عارف يعني، النائب المكتب، النائب العام مش بالضرورة بالاسم يعني، عارف كيف. إيه، مكتب النائب العام هو اللي مسؤول عن المسائل هذه. نحن دورنا ان احنا نخاطبه، ندفع، ندير التحقيقات الأولية من خلال وزارة العدل، وزارة الداخلية، ثم بعدين وزارة العدل، وبعدين هو يتكفل بالمسألة يعني. ان شاء الله بعون الله في عملية المحاكمات ستبدأ في اقرب فرصة ممكنة بعون الله، يعني نأكد لك ذلك يعني. خلاص تور. لو سمحت، سؤال بما يتعلق إلى الطلبة يا أستاذ. نص دقيقة جميع، نص دقيقة لو سمحت، لو سمحت. السلام عليكم. بسم الله. دكتور عبد الرحيم، معلش نص دقيقة، تسددناش طلبة دقيقة، دقيقتين أقل حاجة. باي على السريع. يا دكتور عبد الرحمن الكيب، اولا ارحب بيك. عبد الرحيم سامحني والله، ماشي عبد الرحمن، معليش. رحبوا بيك هنا في الولايات المتحده الامريكيه. الله يخليك. وصراحه يا دكتور، انت كنت في الساحه هذه، واحنا وادره بالمشاكل اللي واجهها الطالب في الساحه الامريكيه من ناحيه المده وكذا. الان نختصر عليك ونحاول نختصر مجموعه نقاط.
أول نقطة، نعمل من حضرتكم سرعة الإجراء بصرف المنحة الدراسية للطلبة المتوقفة عليهم وحل مشاكلهم الأكاديمية من حيث المدة. هذه كيف عندنا بعض الطلبة الآن في اللي مازال لخمس ستة شهور ويكمل دراسته، الآن تم صرف عليه 300,000 دولار، معناها إذا كان جيت الحكومة صرفت عليه خمس ستة شهور أفضل. النقطة الثانية، لحظة بس، أعطيه أعطيه خليه يا دكتور، خليه يتكلم يا رجل. يا دكتور عبد الرحمن، عبد الرحيم، يا عبد الدكتور عبد الرحيم، احنا طلب جايين الحساب الخاص من معظم الولايات على اساس بنقدموا لك القائمه في جمله مشاكلنا. حاضر، ما هو قلت لك من هنا. بارك الله فيك، عاود فيها من جديد. بارك الله فيك. تعويض الطلب عن مده مفقوده خلال فتره الحرب التي اثرت سلبا على مجهودنا الدراسي. معلش خليه. والسبب الثاني، توقف الطلبه لفتره فصل دراسي وذلك بإعاز من الشركه الكنديه بحجه عدم وجود سيوله ماليه. النقطه الثالثه، المده الدراسيه غير كافيه لاستكمال متطلبات الدكتوراه وهذا باعتراف الشركه الكنديه والسفاره الليبيه. اربع، المنحه الدراسيه غير كافيه في الساحه الامريكيه وعنون الامرين من المنحه الدراسيه. خمسه، يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار عدد المرافقين للطلبه المفيدين. سته، يجب كيف هذه خمسه؟ أنا بسلمها لك النسخة كلها دكتور. لا عودة، معلش معلش تقرا فيها. خلاص أنا بسلم لك النسخة. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا عندي سؤال ثاني. أنا طالب لك، مش حنحكي نحكي على مش على الطلب، مش على الطلب. بنحكي عندنا في طالب الشهيد محمد عون الصبراتي انطلق من كوفورت كولنز واستشهد في بئر الغنم يوم 13 رمضان. هذه حاجة غير ما ذكرتهاش دكتور بس. بنسأل على توطين التقنية. هل في مساعي لتوطين التقنيه في ليبيا ودور المهندسين الموجودين او دور الناس اللي بتتعلم هنايا؟ كيف نقدر نساعده في توطين التقنيه مش استيراد التقنيه واستهلاكها فقط؟ وبالنسبه لتحليه المياه يا دكتور، تحليه المياه النهر الصناعي هذا ناضب وسبب مشاكل كوارث في الجنوب كما نعلم، صاير حتى انهيارات ارضيه في تزربو وفي الكفره. شيء ثاني، احنا خشينا على اعمار في ليبيا. التحليه ما فهمش. تحلية المياه في ليبيا هل هو مشروع كبير او سؤال اخير بس؟ سؤال اخير، الاعمار في ليبيا هل احنا مضطرين نجيبوا شركات اجنبية بدل ما نشروها الشركات تبدا شركات ليبية